يا مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من السادسه، برحب بكل الجماهير الاهلاويه اللي بتتابع حلقه النهارده، وبالتاكيد طبعا هنتابع مع حضراتكم اصداء مباراه الامس القمه 120. خليني بس اقول في البدايه انه احنا من اليوم الاول واحنا متفقين مع حضراتكم ان برنامجنا مش بس مجرد اخبار، ومش بس مجرد صفقات، ومش بس متابعه الفريق الاهلي والكره العالميه، ومش بس نجوم وضيوف بيحلوا علينا، لكن متفقين انه في مساحه كبيره جدا لجمهور الاهلي. والنهارده الحقيقه هنحاول نعبر ونوصل صوتكم اللي بالتاكيد واصل. انا عايز اقول لحضراتكم انه من ساعه اللحظه اللي انتهت فيها مباراه الامس لغايه اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها، وكل الاصوات وكل الانتقادات وكل الاراء اللي بيتكلم فيها جماهير النادي الاهلي واصله وصوتها مسموع جدا جدا جدا. هنتكلم بالتاكيد بالتفصيل، بس خلوني الاول ارحب بساره. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك، واسمع منك بقى رايك في ماتش امبارح. انت عارف رايي احمد، الاول ارحب بالمشاهدين، مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور النادي الاهلي. رايي احمد ان احنا خسرنا ماتش، ما خسرناش بطوله. الاهلي متصدر الدوري بفرق 14 نقطه عن صاحب المركز الثاني. الاهلي لسه في الملعب، احنا شبه حاسمين بطوله الدوري باذن الله، بس احنا عندنا حاجه اهم، عندنا بطوله افريقيا. انا ما ينفعش افضل بص على الماتش امبارح وانسى ان انا عندي حلم الجماهير الاهم، وهو حلم افريقيا. لازم طبعا ابص على ماتش امبارح من ناحيه معينه، وهي اني اتعلم من الاخطاء اللي حصلت. الحمد لله ان الماتش ده حصل في الوقت ده في الدوري، علشان فايلر واللعيبه يتعلموا من الاخطاء دي، وباذن الله ما نشوفهاش ابدا في بطوله افريقيا. لكن ما ينفعش انسى فعلا ان انا عيني دلوقتي على افريقيا، وان الاهلي عامل موسم كويس. احنا دلوقتي خلاص متصدرين الدوري بفرق كبير زي ما قلنا، وداخلين على بطوله مهمه جدا. ما بنحبش نتكلم في الغيابات، بس ده الواقع، الغيابات اثرت. لما بتكلم انه في اصابه لمحمود متولي، انه في ايقاف كهربا، انه في عدم وجود حسين الشحات، كل ده اكيد اثر على اداء الفريق، ده اكيد، ده واقع ما ينفعش انكره. بس وبرغم ده الاهلي كان متفوق في الاستحواذ في مباراه امبارح بين الاهلي والزمالك القمه 120، ولكن كان في سوء حظ انه هجمات فريق النادي الاهلي تترجم لاهداف. ومع ذلك زي ما قلنا الاهلي كان مستحوذ، كان في كام كوره لبادجي، لو كانوا جم جون الدنيا كانت هتتغير، بادجي ظهر بشكل كويس، لكن خلاص سوء توفيق، واللي حصل في المباراه حصل، انساه بحلو وبوحشه انساه. عايزه اقول كمان كان في علامات استفهام كتير قوي يا احمد على التحكيم، بالنسبه لضربه الجزاء الواضحه الصريحه لوليد سليمان اللي ما اتحسبتش، واللي اكيد كانت هتفرق في نتيجه الماتش، او انه كان في لاعب في الفريق الخصم كان لازم يطرد في لقطه معينه في تدخل معين، معرفش الحقيقه ازاي الحكم ما رجعش للفار في حاجه زي دي. ومع ذلك لو هاجي ابص على حاجه ايجابيه بالنسبه لي انا، رايي الشخصي، بادجي كان ظاهر بشكل كويس، اتمنى وممكن يفاجئنا باذن الله في بطوله افريقيا. في لعيبه لازم نقولها بصراحه، في لعيبه لازم تقعد مع نفسها وتشوف هي مقصره في ايه، علشان الاداء اللي ظهروا بيه في ماتش امبارح زعل جمهور النادي الاهلي، ومش هيسمحوا ان هم يشوفوا الاداء ده تاني. بس اللي احنا عايزين ناكد عليه انه مفيش حد هيقدر يرجعنا لورا، مفيش حد هيقدر يوقعنا، مفيش حد مش هيخلينا نبص على اللي جاي وعلى الحلم الاكبر وحلم افريقيا. لا جمهور ولا نادي ولا لعيبه ولا جهاز فني ولا اداره هيسمحوا ان الاهلي يرجع لورا او انه حد يقدر يوقعه ابدا. الاهلي كبير، الاهلي كيان كبير، محدش يقدر يرجعه لورا. حقيقة يمكن يعني في معظم ردود الافعال اللي تابعناها ساره على السوشيال ميديا، وانا كنت مهتم جدا من امبارح من اللحظه اللي انتهت في المباراه لغايه اللحظه اللي قبل ما نطلع هوا، ان انا اسمع الجمهور بيتكلم في ايه. ويعني في اخطاء زي ما اتفقنا، في اخطاء طبعا على كل المستويات، لكن الحقيقه هي مش مبرر بالنسبه للجمهور، او على اقل تقدير مبرر غير مقبول. فكره الغيابات، احنا كان عندنا غيابات مؤثره، والزمالك كمان كان عنده غيابات مؤثره. فكره التحكيم، بالتاكيد التحكيم امبارح ما كانش فير بالشكل الكامل على الاقل من وجهه نظرنا، ومش بس في البنالتي، بشكل عام في المباراه كان في احساس انه الحكم سبب في تصدير حاله من حاله التوتر عند اللعيبه. السيناريو اللي مشي بيه المباراه ما كانش يومنا الحقيقه، ما كناش موفقين. الولاد ادوا بالشكل اللي يرتقي لطموحات الجماهير، لا، لكن الحقيقه عملوا اللي عليهم. ولو كان في اكتر من مناسبه، خدوا بال حضراتكم الاهلي وصل امبارح كتير، يعني كره بادجي اللي في اول الماتش دي اللي جت في العارضه، لو كانت جت السيناريو اللي حضراتكم كنت هتشوفوه الماتش سيناريو مختلف تماما. كره قفشه في العارضه، كره وليد سليمان اللي هي كوبي بيست
الجون الاولاني بتاع الزمالك واللي طلعها عبد الشافي نفس الحكايه برده. بادجي ليه اكتر؟ بادجي على فكره واحد من مكاسب المباراه امبارح، واعتقد انه الراجل ده لو خد اكتر من فرصه اعتقد هنشوف منه يعني مشروع راس حربه يليق بالنادي الاهلي، نتمنى ده. لكن على كل الاحوال في لعيبه امبارح لم تحضر المباراه على الرغم من مشاركتها، الا انه مستواها وادائها يمكن ما كانش مرضي بالنسبه لكثير من جماهير النادي الاهلي، وعليهم ان هم حقيقي يكون ليهم وقفه مع النفس. الاهم بالنسبه لي وده يمكن يكون واحد من اسباب واسرار تفوق القلعه الحمراء، ان انت دايما عينك على اللي قدام، مفيش حد بيبص لورا، وخد بال حضرتك اللي مش قادر يحصلك دايما عايز يعطلك، احنا بنقولها كده بالبلدي في مصر. اللي مش قادر ينافسك، اللي ما عندوش القدره انه يوصل لنفس مستواك، على اقل تقدير عايز يكعبلك. احنا طبعا انا مش بدي مبررات مره ثانيه، بس انا بحاول افكر مع جماهير النادي الاهلي بصوت عالي. ما حدث قبل المباراه سواء كان كلام على لعيبه مشيت من الاهلي، او كان الكلام على عروض جايه لعيبه النادي الاهلي، او حتى عروض للمدير الفني النادي الاهلي، لو حضراتكم تابعتوا كده معظم الاخبار المشهوره عن النادي الاهلي كانت بتحاول انها وكانها حامله ممنهجه عشان تضرب حاله الاستقرار عند النادي الاهلي في مشواره لتحقيق بطولتين. اعتقد ان فرصه كبيره جدا في نفس اللحظه، في نفس اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها ما زال النادي الاهلي. ردود الفعل على فكره، ردود الفعل الغاضبه او الـ او الـ او الـ او الـ او المنفعله الشديده اللي حضراتكم متابعينها على السوشيال ميديا او في الشارع او مع اصحابكم او مع جيرانكم بتعكس ثقافه جماهير النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها شويه. واحد، جمهور النادي الاهلي ما تعودش على الخساره، وده بسبب روح الفانيله الحمر ومسيره الانتصارات اللي بيقوم بيها النادي الاهلي. احنا بنتكلم على اول خساره بتحصل لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري، وبالمناسبه هي خساره غير مؤثره لا على فرصتنا في الحصول للبطوله ولا على فرصتنا في الصداره. انت فارق على تاني منافس ليك او وصيف البطوله بحوالي 14 نقطه، دي نمره واحد. نمره اتنين، وده المهم جدا واللي لازم كل جمهور الاهلي يفكر فيه ويبصوا له بشكل يعني اكثر هدوءا، المسيره اللي ماشيها النادي الاهلي في مشوار بطوله افريقيا في ناس كتيره جدا مش راضيه عنها، وفي ناس كتيره جدا عايزه تعطلها. فطبيعي جدا انه اي فرصه يستغلها عشان يضرب فيها استقرار الفريق او ياثر على فرصه في بطوله افريقيا تحصل بعد ماتش زي ماتش الزمالك. فارجو من جماهير الاهلي الواعيه اللي دايما بنقول عليها انها حاضره في اوقات الشده اكتر ما بتكون حاضره في اوقات الانتصارات، طبيعي جدا والاهلي عودنا وما حرمناش الحقيقه. انا عشت عمري كله بحتفل بانتصارات النادي الاهلي، وحققت في عمري كله مع النادي الاهلي بطولات كثيره جدا استمتعنا بيها، لدرجه وبمنتهى الصراحه بقولها انه الاهلي خارج المنافسه، احنا في بطولات كثيره جدا بنفوز بيها، انا اسف في الكلمه، ما بقاش ليها الطعم، نفس البهجه، نفس الحاله من كتر البطولات اللي بيفوز بيها النادي الاهلي. ومره ثانيه برجع وباكد على حضراتكم، الاهم عندنا مشكله، عندنا اخطاء، الاهم ازاي نتعامل معاها. ويمكن تكون من وجهه نظري في فائده كبيره جدا من ماتش امبارح. ماتش امبارح كان كشف للاداره الفنيه وكشف للاعبين وكشف لاداره النادي الاهلي ومسؤوليها. وبالمناسبه كل الملفات اللي حضراتكم اتكلمتوا فيها وعبرتوا فيها عن رايكم او عن ارائكم واصله بشكل كبير جدا، بس في حاجات بتحصل في الغرف المغلقه لا يصح ان احنا نتكلم فيها على الملأ. وبالتالي انتظروا ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه تصحيح لكثير من الاخطاء اللي يمكن ظهرت في ماتش الزمالك. والهدف الاساسي بالنسبه لنا هو مسيرتنا نحو تحقيق البطولتين، بطوله الدوري المصري وبطوله ابطال افريقيا، البطوله اللي غايبه عنا بقى لها 7 سنين، وان شاء الله رجاله الاهلي قادرين. ما كانوش وحشين لكن مستواهم ما ارتقاش لطموحات الجمهور، ودي قصه ثانيه. عندنا اخطاء لو اشتغلنا عليها وصلحناها، ولو اللعيبه الحقيقه كلها رجعت نفسها وبصت على الماتش امبارح بنظره ثانيه اعتقد انه ده بدايه تصحيح المشوار. ما عندناش مشكله كبيره قوي، وما عندناش كارثه، وما عندناش ازمه، عندنا اخطاء بسيطه جدا، وارد جدا، ما فيش حد بيكسب على طول خط، وشفنا قبل كده البارسا بيخسر بالثمانيه والمان سيتي بيطلع من بطوله اوروبا على ايد ليون، وشفنا فرق كبيره جدا ما وقفتش المسير. والاهلي كبير وعودنا دايما انه يكون كبير، وان شاء الله باذن الله مشواره هيكمل للاخر وهينتصر ان شاء الله ويفوز ويفرح جماهيره في مصر ببطوله الدوري، وفي مصر وافريقيا والوطن العربي ببطوله افريقيا ان شاء الله. الاهلي ده حياتنا. كلامنا لسه ما انتهاش، وزي ما قلت لحضراتكم احنا عنينا دايما على اللي جاي، وهنتكلم بالتفاصيل طبعا في اللي جاي، بس خلونا نبتدي حلقتنا
مجموعة من أهم عناوين الأخبار. الأهلي بيقفل ملف القمة ويبدأ الاستعداد للجونة من غير راحة. أحمد فتحي يعود للجبهة اليمنى أمام الجونة لإيقاف محمد هاني. لجنة التخطيط الكرة بالأهلي تبحث مع المدرب السويسري ملف المعارين. بايرن ميونخ يواجه سان جيرمان في نهائي الأحلام. مرشح لرئاسة برشلونة بيقول أجريت محادثات مع كلوب. وإنتر ميلان بيتفق مع بيرشا لضم ساندرو تونالي. أهلا وسهلا بكل جماهير النادي الأهلي العظيمة، ظهر والسند اللي بتتسند عليها فرقتها وقت ما تكون محتاجاها مهم جدا. على فكرة احنا كلامي ما كانش معناه أبدا إن احنا ما ننتقدش أو ما نوجهش اللوم أو إلى آخره، بالعكس، بس الأهم إن الانتقاد ده يكون بهدف البنى مش بهدف الهدم، ومحدش بيمشي أو بيصحح أخطائه من غير ما يكون فيه عين حريصة عليه بتتابعه، تقدر تقيم وتقول له نقاط الضعف عنده فين عشان يحسن منها ونقاط القوة عنده فين عشان يزودها. مرة تانية تحياتي لكل جماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحلى، واللي جاي هيبتدي من الجونة بتاعي اليسار. مهم جدا الماتش الجاي، مهم ان احنا نركز في اللي جاي احمد. وعايزه اكد بس على كلامك، عجبني قوي وانت بتقول انه زي ما احنا عارفين جمهور الاهلي مش متعود على الخساره وعشان كده من حقه يزعل، بس احنا برضو متعودين من جمهور الاهلي على المسانده وان هم يكونوا في ظهر النادي الاهلي على طول، وهو ده اللي احنا محتاجينه الفتره دي. احنا عندنا ماتش في الدوري، ماتش الجونه، وعندنا افريقيا، عايزين الجمهور الحقيقه يساند جدا النادي الاهلي زي ما احنا متعودين من جمهور الاهلي، ده مش هيبقى جديد عليه. هندخل في اخبارنا ونقول ان الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيستأنف تدريباته في 5:30 النهارده دون راحه استعدادا لمواجهه الجونه في الجوله اللي جايه للدوري الممتاز يوم الاربعاء اللي جاي. طيب هنروح التتش طبعا، دي لقطات من النهارده، تمرينه النهارده كابتن وليد سليمان الحقيقه اللي ظاهر في الصوره، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه انه ان شاء الله اعتقد انه تشكيل الفريق في الفتره اللي جايه هيكون فيه تغييرات، يعني اعتقد انه مستر فايلر هيلجا بشكل كبير انه يحرك شويه التشكيله اللي ثابته بقالها 3-4 ماتشات من اول ما الدوري رجع. كابتن احمد فتحي زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله موجود في تشكيله الفريق اللي هتبتدي ماتش الجونه، والمنتظر ان شاء الله انها تكون يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 9 في نفس الميعاد اللي الاهلي بيلعب فيه في منافسات الجوله 22 بقى من بطوله الدوري، بسبب غياب طبعا هاني للايقاف بعد ما خد الكارت الاصفر الثالث في ماتش الزمالك. وبيتهيألي انه لعيبه الاهلي والجهاز الفني الاهلي باصين للمباراه دي نظره مختلفه، وانه من امبارح يمكن زي ما قلت لحضراتكم بعد ماتش الزمالك بدات النظره للامور او التوجه داخل الاداره الفنيه للنادي تنظر انه كل ماتش هيلعبه النادي الاهلي في بطوله الدوري لغايه لما نوصل لقبل نهائي افريقيا ان شاء الله في اخر 9 مع الوداد هيبقى بمثابه كارت طمانه للجمهور ومعالجه لمعظم المشاكل اللي بيواجهها الفريق سواء على مستوى الغيابات او على مستوى الناحيه الفنيه المتراجعه والملحوظه على فكره بشكل واضح عند كل الجماهير لعدد من لاعبي الفريق الاول. طب وانت رايك ايه في ماتش الجونه؟ باصص له ازاي؟ اعتقد انها فرصه كويسه بدايه ان احنا نطمن الجمهور الاهلي، خساره ماتش بالنسبه له بعتقد انها مش 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 مشكله كبيره قوي. ممكن عشان الماتش امبارح والحساسيه بين الاهلي والزمالك ده سبب من اسباب انه المضايقه كانت يعني اعلى شويه، ده وارد، لكن ما فيش فريق في الدنيا كلها بيكسب كل ماتشات، والا الحقيقه فقدت الكره متعتها، ولابد دايما من انه يكون عندك منافس قوي عشان تقدر تطور من مستواك. يعني اي فريق في الدنيا بيلعب لوحده بيلعب او بيغني لوحده في الملعب ما اعتقدش ان هو نفسه يبقى عنده القدره على تطوير من نفسه، لابد انه يكون في منافسه، المنافسه دي هي اللي بتخلق فكره الحافز عند كل طرف من الاطراف ان هو يطور من نفسه، وده مطلوب، ده هدف اساسا من المسابقات المحليه، خلق حاله المنافسه دي بيعلي من مستوى الكره في مصر، وبالتالي في مصلحه النادي الاهلي وفي مصلحه الكره المصريه صح. بشكل عام وفي مصلحه النادي الاهلي عشان زي ما قلنا قبل افريقيا نبقى عارفين غلطاتنا فين، محتاجين نعدل ايه علشان وقت افريقيا. الخساره بتاعه امبارح اقل ايلاما واقل صح. تاثيرا بمراحل من خساره التأهل. خلينا نطمن على لعبتنا يا احمد ونروح لملعب التتش ومراسلنا كريم احمد. مساء الخير عليك يا كريم. كريم سامعنا كويس؟ كان
كريم. تمام. مساء الخير يا كريم، ازيك؟ كريم تطمنا على تمرين. كله تمام. اهلا بيك، تطمنا على تمرينة النادي الاهلي النهارده وتقول لنا اهم تفاصيلها والخطوط العريضه اللي فيها. بالتاكيد طبعا، يعني نقدر نقول في البدايه تم غلق الصفحه تماما بالنسبه لمباراه الزمالك، يعني رغم القصور والسلبيات الكتير اللي احنا شفناها، لكن يمكن ده انذار لكل اللعيبه واشاره مهمه، وكويس ان هي جت في هذا التوقيت. خساره مباراه هي مش نهايه العالم، وده الامر اللي اتكلم فيه الجهاز الفني مع لعيبه النادي الاهلي، لكن يمكن الجهاز الفني كمان اتكلم مع اللعيبه ان احنا كنا محتاجين نشوف قوه وشراسه وعزيمه وشخصيه البطل اللي بناكد عليها وبيتكلموا عليها اللعيبه في المحاضرات مع الجهاز الفني. لكن اكيد خلاص، يعني نقدر نقول ثلاث نقاط انتهوا بالنسبه للنادي الاهلي القادم، يمكن ان شاء الله يكون افضل لفريق النادي الاهلي. لسه عندنا عدد مباريات كبير، فرق النقاط مش هنتكلم عليه، لان زي ما اكدنا وقلنا جمهور النادي الاهلي طماع بلغه الكوره، عايز الفرق يكبر وعايز اداء النادي الاهلي في كل مباراه يبقى احسن من المباراه اللي قبليه. لكن مباراتنا كان ليها ظروف استثنائيه بشكل كبير، يعني نقدر نقول التوفيق غاب عننا وغاب عن كل اللعيبه. شفنا بادجي كان يمكن بيأدي اداء اكثر من رائع، فرصه واثنين وثلاثه يمكن ربنا ما وفقوش فيهم، لكن ان شاء الله باذن الله خلاص. يعني النادي الاهلي النهارده هو بيستعد لمباراه الجونه بدون راحه، ضغط المباريات خلاص مستمر بشكل كبير لفريق النادي الاهلي. عندنا مباريات قادمه وتحديدا ان شاء الله مباراه الجونه تكون انطلاقه من جديد، سواء لاداء النادي الاهلي او ان شاء الله لتحقيق ثلاث نقاط ان شاء الله كالعاده يكونوا مهمين جدا في مسيره النادي الاهلي في بطوله لقب الدوري العام. يمكن زي ما احنا شايفين تدريب دلوقتي، يمكن خلاص نقدر نقول 10 دقائق التدريب، بدا 5 ونص 10 دقائق في التدريب. انت عارف طبعا زميلي احمد وزميلتي ساره، تدريب النهارده بيكون ريكفري لكل فرقه النادي الاهلي اللي شاركت في المباراه الامس بالنسبه لمباراه الزمالك، وهتكون جرعه تدريبيه مكثفه وقويه لكل اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه. عايز اطمنكم كمان برده في نقطه مهمه جدا، يمكن اتكلمت عليها طبعا مع زميلي امير في برنامج الترند طبعا على وليد سليمان. يعني شفنا طبعا الالتحام كان قوي جدا في الكوره مع محمد عبد الشافي ووليد سليمان. وليد سليمان كان عنده كدمه قويه جدا في الكتف، ويمكن اجرى اشعه صباح اليوم، يمكن مش شايفه دلوقتي وليد سليمان في التدريب، واضح ان يمكن الكدمه مأثره عليه بشكل كبير، مش بيشارك في التدريبات، واضح ان هو متواجد في الجيم بيعمل بعض الجلسات وبعض التدريبات الخفيفه جدا. هيتم عرض الاشعه على طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لكن بنتمنى ان شاء الله ما تطولش مع وليد سليمان، محتاجين كل اللعيبه الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. تكاتف والتزام وعزيمه واصرار كل مره بناكد عليها، وبناكد على ثقتنا في كل لعيبه النادي الاهلي، لان الجديه باينه في التدريبات والحماس بيبان في التدريبات. التوفيق بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى كغاب عننا في المباراه الماضيه، لكن ان شاء الله القادم افضل باذن الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا كريم. والحقيقه بمناسبه اصابه عبد الشافي، طبعا الف الف سلامه على كابتن محمد عبد الشافي نجم مصر ونجم نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله انه يرجع الملاعب سريعا، والناس اللي دايما بتحاول تستغل اي حاجه لاثاره اي ازمه من اي نوع. الرياضه ساحه للمنافسه الشريفه، مش ابدا ساحه لتصدير حاله من حالات الغل والكراهيه. يعني ما اعتقدش انه اي مسؤول بالذات، وانا هنا بتكلم المسؤولين في كل الانديه المصريه، ارجوكم شويه حاولوا تراعوا مشاعر الجماهير. فكره انه يبقى في حاله فتنه دايما مستمره تجنوا انتوا من وراها مكاسب باي شكل من الاشكال، ما اعتقدش انها تليق لا باسم الانديه وحجم الكره المصريه، ولا اسم الانديه المصريه، ولا بالمرحله اللي الدوله ككل بقى مش بس في الرياضه، في كل شيء، في السياسه وفي الاقتصاد وفي كل شيء بتحاول انها تبني دوله جديده. فاعتقد في كتير من المفاهيم الحقيقه اللي محتاجه تتغير بشكل كبير عند كتير من المسؤولين في مصر. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين فقرة الأخبار، ونروح للجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اللي بتناقش المدرب السويسري ريني فايلر في ملف لاعبي الفريق المعارين علشان يحسموا موقفهم بقى خلال طبعا الفترة اللي جاية. الفترة اللي فاتت شهدت مناقشة فايلر طبعا مع معاونيه موقف المعارين دول، وهيقدم المدير الفني المفروض تقرير للجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح بشأن المعارين دول. ورغم أن فايلر سبق واستقر على ان هو يعيد الثنائي محمد شريف من انبي واكرم توفيق من الجونه، الا ان المدير الفني طلب جميع التفاصيل عن باقي المعارين كمان، لانه يعني ممكن يعيد التفكير في اعاده معارين اخرين، خصوصا طبعا في ظل تالق بعض المعارين دول في الفتره اللي فاتت، ومنهم عمار حمدي اللي دلوقتي مع طلائع الجيش، في ظل رحيل اكتر من لاعب مؤخرا من الاهلي زي رمضان صبحي، احمد فتحي، حسام عاشور، شريف اكرامي، وده اللي هيحسمه طبعا المدير الفني مع لجنة التخطيط خلال الأيام اللي جاية.
صحيح. بالمناسبه الحقيقه يعني احنا بنتكلم على ذخيره حيه، معظم اللعيبه المعاره من النادي الاهلي اعتقد مقدمه موسم اكثر من جيد، واعتقد في كتير منهم زي ما قلت لحضراتكم الاداره دايما مهتمه بفكره انه تدعم وتحاول تعالج المشكلات اللي موجوده، وطبعا بالتنسيق مع الاداره الفنيه ريني فايلر. الاهم واللي عايز اقوله لحضراتكم كمان، ودي نقطه في غايه الاهميه، انه اداره الاهلي، وده ملوش علاقه بالاداره الحاليه، ده منهج وسياسه للنادي الاهلي ايا كان مين بيتولى مسؤوليه الاداره، الحساب في نهايه الموسم. وبيتهيألي لو حضراتكم سبقتوا معانا كده ورحتوا قدام شويه على شهر 10 اللي جاي، والاهلي ان شاء الله كان محقق بطوله ابطال افريقيا، هيبقى نفس الفريق اللي تهاجم ونفس المدير الفني اللي كان يعني حظه كتير من الانتقادات، هيبقى اعظم فريق في الدنيا واحسن مدرب في الدنيا. نصبر بس على فرقتنا وندعمها في الاوقات الصعبه، وان شاء الله باذن الله نعدي من عنق الزجاج. اسهل شيء انك انت تكسر يعني، لكن عشان تبني ده اللي بيحتاج مجهود وبيحتاج صبر وبيحتاج حرفه. عشان كده مهم جدا واحنا بننتقد ما نعورش، واحنا بننتقد ما نهاجمش بغرض او بهدف الهجوم. والناس اللي بتتكلم على فكره الغيابات، سواء كانت لعيبه مشيت او كانت لعيبه غايبه بداعي الاصابه، الاهلي عمره ما وقف على حد، وقلنا ده قبل كده بشكل كبير. ورمضان صبحي تحديدا ما كانش على ذمه الاهلي، ما كانش على قوه فريق الاهلي، ده لعيب اعاره من هدرسفيلد، والاهلي اتحرك في ملف رمضان صبحي من اول لحظه لاخر لحظه متمسك بناء على رغبه اللاعب اللي اعلنها مرارا وتكرارا. واعتقد انه الصفقه كانت قريبه جدا من الحسم لولا التدخل اللي حصل. لكن في جميع الاحوال الاهلي زي ما قلنا ما بيقفش، الخطيب بطل وتريكا بطل ومن ايام التتش بطل وصالح سليم بطل وبركه يعني، ونجوم كتيره جدا. انا مش عايد لحضراتكم نجوم النادي الاهلي بطلت، والمسيره ما توقفتش والبطولات ما بطلتش تيجي للنادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم، لانه للاسف شديد في بعض الاوقات الواحد بيحس انه هو مش احساس، هو شبه يعني مؤكد انه في محاوله استهداف في الجمهور نفسه، فكره تصدير حاله الغضب وإشاعة الغضب عند جمهور النادي الأهلي، وتبدو وكأنها شيء مصنوع، شيء ناس بتتحرك عليه. فأنا متأكد جدا من وعي جمهور الأهلي، ومتأكد أنه من يوم الأربعاء اللي جاي مع ماتش الجونة المساندة إن شاء الله بإذن الله لفرقتنا هتبقى أعلى، على أعلى مستوى. بالمناسبة ومناسبة الإدارة الفنية، أنت عارفة أنه ستيان مدرب البارسا تمت إقالته طبعاً بعد ماتش الثمانية، ما لازم. وكان كلمنا احنا في السادسة أنه رونالد كومان بالضبط هيتولى المسؤولية، وإن كان في تفكير دلوقتي يورجن كلوب. اكزاكتلي تمام مظبوط. وانت بتختار مين، كلوب ولا طبعا كلوب؟ انا كومان ما اقدرش اقول انه مدرب. كومان على فكره بيعرف يبني فرق يا بس تجربه كلوب الحقيقه سواء مع دورتموند او مع عظيمه ليفربول تؤهله بجداره انه يتولى المسؤوليه الفنيه للبارسا بعد طبعا حاله التدعيم، لانه شكل البارسا او فرقه البارسا اللي موجوده واللي كانت مسيطره على اوروبا وعلى اسبانيا العشر سنين اللي فاتت اعتقد هتتغير وتتبدل بشكل كبير. ومناسبه كلامنا على الكره الاوروبيه، النهارده في ماتش مهم جدا، اعتقد ان العالم كله النهارده بيتابع نهائي تشامبيونز ليج مع وبايرن ميونخ. بالظبط كده، واعتقد انه المنافسه بينهم يعني التوقعات او الناس اللي شايفه المباراه حاسه انه الكفه متساويه. لاول مره عندنا مواجهه نقدر نقول بين فرقتين تقال جدا، مقدمين سيزون ولا اروع. بايرن ميونخ بحاله التجانس والانسجام ومواطن القوى المتعدده داخل فريق البافاري، وفي نفس الوقت بي اس جي بما يضمه من كوكبه عاليه جدا من النجوم، كل واحد عنده فرص كبيره جدا لحسم اللقب وحسم البطوله. بس عايزه اقول لك انه التقارير واغلب الناس بتتوقع على حسب ما تابعت يعني فوز بايرن ميونخ تشامبيونز ليج السنه دي خارج نطاق التوقعات، بس انا بقول لك الناس رايحه لايه. نشوف تقرير وفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مع دقات الساعة 9 مساء اليوم تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية لملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، والذي ستشهد أرضيته معركة تكسير عظام بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وخصمه العنيد باريس سان جيرمان الفرنسي للظفر بكأس ذو الأذنين. يلعب النادي الباريسي النهائي الحلم لبطولة دوري أبطال أوروبا طامحا بإحراز لقبه الأول في تاريخه، فيما يبحث الفريق البافاري عن إضافة النجمة الأوروبية السادسة لقميصه، حيث توج باللقب القاري خمس مرات من قبل
كان آخرها في نسخة عام 2013. وتحمل المباراة في طياتها العديد من المواجهات، أبرزها بين البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان الفرنسي والبولندي روبرت ليفياندوفسكي هداف البايرن على لقب أفضل لاعب في العالم. هذا بالإضافة إلى المواجهة الألمانية البحتة بقيادة المدربين هانز فليك قائد السفينة البافارية وتوماس توخيل المدير الفني للباريسيين. مقاطعة بافاريا الألمانية لم تحتفل بتأهل فريقها بايرن إلى المباراة النهائية للمرة 11 في تاريخه، خلافاً لما حدث في العاصمة الفرنسية التي اشتعلت فرحاً بشوارعها احتفاءاً ببلوغ سان جيرمان النهائي الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ هذه المسابقة. تحمل هذه المباراة الرقم 9 في عدد المواجهات الرسمية التي جمعت الفريقين، وجميعها كانت في دور الأبطال. واللافت أن المواجهات الثمان السابقة كانت في دور المجموعات ولم يلتقيا على الإطلاق في أي دور إقصائي. ويمتلك باريس سان جيرمان أفضلية تاريخية أمام العملاق البافاري، حيث فاز في 5 لقاءات مقابل 3 انتصارات للبايرن. ويستعد الباريسيون لكتابة تاريخ جديد، إذ أنهم وفي حال تفوقهم على كبير الكرة الألمانية فإنهم سيصبحون أول فريق يفوز بجميع مباريات دوري أبطال أوروبا في موسم واحد. ويعد خط الهجوم الضارب نقطة القوة الرئيسية لبايرن ميونخ، فقد سجلوا 42 هدفا في الشامبيونز ليج هذا الموسم بمعدل 4.2 هدف بالمباراة الواحدة، وهو سجل مخيف ومرعب لأعتى دفاعات الفرق الأوروبية. على الجانب الآخر، استطاع البي اس جي من الوصول إلى الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد الإسباني بالتسجيل في 34 مباراة متتالية، وإن تمكن من التسجيل أمام البايرن فإنهم سيحققون رقما قياسيا جديدا. كلا الناديين على بعد خطوة واحدة من الفوز بالثلاثية هذا الموسم، فلمن ستكون الغلبة في النهاية؟ برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقة النهاردة في نهائي دوري أبطال أوروبا كلنا مستنيينه، الناس كلها مستنية تشوف باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. الجمهور الفرنسي يعني مبسوط جدا بأنه باريس سان جيرمان أول فريق فرنسي يوصل لنهائي دوري أبطال أوروبا من ساعة موناكو في 2004، وباريس سان جيرمان أول مرة يوصل الحقيقة نهائي دوري أبطال أوروبا في التاريخ، على عكس بايرن ميونخ اللي توج بالبطولة 5 مرات. الناس مستنية ماتش خاص جدا بين امبابي مهاجم باريس سان جيرمان وألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ. الحقيقة الاثنين بيتميزوا بالسرعة بالقوة، من أفضل المواهب الصاعدة في العالم في كرة القدم. بايرن ميونخ مرشح من أغلب الناس إن هو اللي يفوز بالماتش ده، زي ما شفنا في التقرير، شفنا آراء الجماهير على السوشيال ميديا، هو المرشح من قبل الناس بشكل أكبر، لأنه محقق الحقيقة نتائج كويسة في البطولة، محقق موسم كويس، بيسعى إن هو يفوز بالثلاثية المحلية. لكن في نفس الوقت وجود لعيبة زي نيمار ومبابي وديماريا بيصعب الحقيقة المهمة برضو شوية على بايرن ميونخ. جوشوا كاميتش لاعب بايرن ميونخ قال في تصريح مهم جدا ان هم مش ناويين يكرروا اللي حصل مع جيل 2010. ايه اللي حصل مع جيل 2010؟ انه بايرن ميونخ في نهائي دوري ابطال اوروبا خسر في 2010 قدام انتر ميلان، جه في 2012 خسر من تشيلسي، 2013 كسب البطوله من بروسيا دورتموند، فقال احنا مش ناويين نوصل لكذا نهائي دوري ابطال اوروبا ونخسر لحد ما نكسب. وده بيدينا الحقيقه انه اللعيبه هتكون مركزه جدا من اول ماتش من بدايته، عايزين يحسموا الماتش بدري جدا. ده يعني اللي ممكن نقوله من تصريح اللاعب. هنتكلم اكتر على نهائي دوري ابطال اوروبا مع مداخله عبر سكايب مع ابيل ميزاروس الصحفي بموقع بونس ليجا. برحب بيك في برنامج السادسه.
طيب احنا نروح دلوقتي نشوف فيديو جراف لحد ما نرجع للسكايب مرة تانية ويكون جاهز. برحب بحضراتكم من جديد. هنحاول تاني نروح للسكايب ونتكلم اكتر على نهائي دوري ابطال اوروبا، بس الحقيقه عايزين نتكلم على شويه احصائيات عن ليفاندوفسكي اللي الحقيقه بيتالق جدا بشكل كبير قوي، وعن برضو امبابي في باريس سان جيرمان. الحقيقه انه لو هنتكلم على الدوري المحلي فليفاندوفسكي لعب 31 مباراه، قدر ان هو يجيب 34 هدف ويصنع 4 اهداف او اسيست، وكمان التمريرات كانت 782 تمريرة، ونسبة التمريرات تعتبر التمريرات 76%. أو لو هنتكلم على كيليان مبابي في الدوري، لعب لحد دلوقتي 20 مباراة وجاب أهداف 18 هدف، وصناعة الأهداف أو الأسيست كان 5 أهداف أو 5 أسيست، والتمريرات 661 وبنسبة 79%. لو هنروح لبطولة أوروبا دوري أبطال أوروبا، ليفاندوفسكي لعب 9 مباريات، جاب 15 هدف، الأسيست 5، التمريرات 234، يعني نسبة التمريرات 80%. كيليان مبابي لعب 9 مباريات والأهداف 5 أهداف، صناعة الأهداف برضو أو الأسيست 5، التمريرات 249 بنسبة 82%، يعني فرق بسيط جدا 2% بينه وبين ليفاندوفسكي. لو على النواحي المهارية زي ما الاستاتستكس أو الإحصائيات بتقول، إنه القدرة على إنهاء الهجمة 99% لليفاندوفسكي و89% لمبابي، الرأسيات 96% لليفاندوفسكي و52% لمبابي، والمراوغات 66% ليفاندوفسكي و76% امبابي. الحقيقه الماتش ده ماتش مهم جدا، زي ما قلنا الجمهور الفرنسي مستني ان هو يشوف فريق فرنسي في نهائي دوري ابطال اوروبا بيأدي اداء كبير. المباراه فيها منافسه عاليه جدا، احنا شفنا بايرن ميونخ كان عامل اداء قوي ونتائج قويه جدا، يمكن اقوى نتيجه كانت ماتش برشلونه 8-2. برشلونه قلنا من الاول جدا ان هو ضعيف، قلنا ان هو في اضعف حالاته يمكن، لكن مش لدرجه 8-2. 8-2 دي جت من خبره كبيره قوي لبايرن ميونخ، جت من اداء قوي قوي من بايرن ميونخ. الحقيقه يعني بنرفع القبعه لبايرن ميونخ الموسم ده، وعشان كده كان زي ما احمد بيقول انه يعني يمكن الكفه متساويه، بس الاغلب الناس بتتوقع فوز بايرن ميونخ. احنا شفنا سكور تقيل قوي في مباراه برشلونه بعدها، يعني اتشال فيها مدير فني وده كان لازم يتشال الحقيقه من فتره، لكن كان سكور تقيل لانه بايرن ميونخ كان عارف الحقيقه يسيطر على الماتش من اوله لاخره. احنا شفنا بعد الجون الخامس في برشلونه اللعيبه كانت مستسلمه تماما، وقلنا انه ده مش عيب بس على المدير الفني بتاع برشلونه، لكن كمان عيب على لعيبه في الملعب ليها اسم كبير ومش عارفه تتعامل مع مفروض عندها من الخبره اللي يخليها تتعامل على انه على الاقل ما اطلعش بسكور زي 8-2. زي ما بدي البايرن ميونخ حقه وبقول انه الحقيقه مدرب عامل
شغل عالي قوي، عامل فيه مستوى عالي مع اللعيبه الحقيقه، وان هو الفريق كله نجم، مش هطلع نجم واحد بس في الفريق، الفريق كله نجم، فريق بايرن ميونخ، لانه كمان باريس سان جيرمان وطبعا بايرن ميونخ احنا قلنا بيسعى للثلاثيه المحليه عشان يحققها للمره الثانيه في تاريخه، محتاج بايرن ميونخ الثلاثيه المحليه. في خبره طبعا في الفرق في نهائي دوري ابطال اوروبا، انه انا فريق معايا 5 بطولات، باريس سان جيرمان اول مره في تاريخه يوصل نهائي دوري ابطال اوروبا، يمكن عامل الخبره بيلعب دور برده. لكن باريس سان جيرمان قلنا عنده أسلحة كبيرة، عنده مبابي وعنده دي ماريا وعنده نيمار، كل دي لعيبة تقيلة الحقيقة بتقدر تصنع فرق. ممكن نقول إنه بايرن ميونخ كفريق طبعا نجم وفي نجوم، بس الحقيقة دايما باريس سان جيرمان بيعتمد على الأسلحة دي بشكل كبير، وبتقدر تصنع فرق في أوقات حاسمة جدا، بيبقى محتاج الفريق جون ويخلص الماتش، ده كتير بنشوفه بيحصل. أعتقد إن احنا هنستمتع جدا على مستوى الفني وعلى مستوى إن احنا بنشوف كرة قدم نهائي بقى دوري أبطال أوروبا، هنستمتع جدا بالمباراة دي أيا كانت النتيجة إيه. نتمنى إن شاء الله إنها تكون مباراة ممتعة لكل المشاهدين، وهنروح دلوقتي لفاصل ولسه حلقتنا مكملة في السادس. أحمد صديق ظهير الأهلي الطائر، لاعب كرة قدم بإمكانيات كبيرة لن تنساه جماهير النادي الأهلي. حفر اسمه بأحرف من نور في مركز الظهير الأيمن بكتيبة الشياطين الحمر، ساهمت عرضياته المتقنة وتحركاته على طول الجانب الأيمن بالمستطيل الأخضر خلال المباريات التي دافع فيها عن ألوان قلعة الجزيرة بتسجيل أهداف رائعة حسمت الفوز لصالح الأهلي. تلم عن ليقة، والرابع هو واللمة هو أبا، والرابع سامح حسني. افتح الرابع يا ابني. ولعل أبرز هدف صنعه أحمد صديق الظهير الطائر خلال مسيرته مع الفريق الأحمر، حينما أرسل عرضية ولا أروع للقناص أسامة حسني الذي ترجمها لرأسية هزت شباك محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الزمالك آنذاك خلال نهائي كأس مصر نسخة 2007، والذي آلت نتيجته لصالح المارد الأحمر بفوز مثير بنتيجة 4-3 ليتوج بأعرق البطولات المحلية. النادي الأهلي بطلا لكأس مصر موسم 2006-2007، لحظة الفوز على نادي الزمالك بالكلاسيكو الأشهر 4-3. أحمد صديق ولد في 16 من أغسطس عام 1983 بمحافظة الفيوم، ويعتبر الظهير الأيمن المتميز اللاعب الوحيد الذي خرج من النادي الأهلي 3 مرات وعاد إليه، حيث كان يلعب بنادي الفيوم قبل إعارته للعب بصفوف فريق شباب المارد الأحمر موسم 2003-2004. وبعدها انتقل صديق إلى نادي إسمنت أسيوط ليلعب فيه موسمين قبل العودة للعب مع الفريق الأول بالأهلي خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009، ثم رحل لينضم لفريق الإسماعيلي قبل أن يعود مجددا في عام 2012 مرتديا القميص الأهلوي، وبعد عام واحد فقط انتقل للاتحاد السكندري. سجل صديق 3 أهداف خلال مسيرته مع النادي الأهلي، الأول كان أمام شبيبة القبائل الجزائري بدور أبطال إفريقيا في عام 2006، وهدف في الدوري الممتاز مزق به شباك الأولمبي السكندري خلال موسم 2006-2007.
حلو 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 3-0. أما الهدف الثالث كان في نفس المسابقة ولكن في شباك الترسانة موسم 2008-2009. ولعب أحمد صديق لعدة أندية محلية أخرى هي فرق الداخلية وحرس الحدود والنجوم. واحد من أفراد الجيل الذهبي الحقيقة، واحد من الأجيال الذهبية كتيرة اللي حققت كتير من البطولات للنادي الأهلي، وصاحب بصمة مهمة جدا وجناح طائر على أحسن تراث، كابتن أحمد صديق نجم النادي الأهلي، ضيفنا النهاردة في السادسة. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير يا زحمة. اهلا وسهلا منورنا. ربنا يخليك يا احمد. بص اليمين دي كتير قوي. اه الحمد لله. هداف يا كابتن احمد، ظهير ايمن، بس الحقيقه كان ليك اهداف كتيره جدا واهداف يعني تنم عن في موهبه وفي كوره على اعلى مستوى عند كابتن احمد صديق. الحمد لله، يمكن ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد يبقى يعني شوك الدفاع كان بيبقى رقم واحد بالنسبه لي، لكن النواحي الهجوميه الحمد لله كانت الواحد بيأديها بشكل كويس، وكل طبعا يعني من خلال الخبرات الواحد اكتسبها خلال طبعا الشغل المدربين، الناس اشتغلت معايا كتير، واحد ازاي اشتغل على الجون، فكله بفضل الله. بس الظهير تحديدا بيبقى عمله نادره قوي اللي عنده قدرات دفاعيه على اعلى مستوى وفي نفس الوقت يقدر يهاجم ويساند فرقته وكمان يجيب اجوال. يعني لما نبص على تاريخ والناحيه اليمين دايما مميزه في النادي الاهلي، والشمال عشان ما تزعلش برده، بس يعني عندنا دايما لعيبه كان عندها قدرات هجوميه على اعلى مستوى الحقيقه في النادي الاهلي. طبعا بيفرق كتير جدا، بتبقى يعني بالنسبه للباكين، الباك رايت او الباك ليفت، طبعا بيبقى الواحد الدفاعيه رقم واحد. أيوة. لكن طبعا كل ما بتطور من نفسك وتشتغل في الناحيه الهجوميه بتضيف لك كتير جدا، طبعا بتفرق معاك كتير جدا، وكمان بتساعد انه مدرسه الاهلي يعني هجوم حتى النفس الاخير يعني. طبعا يعني احنا انت متعود على المكسب، النادي الاهلي متعود دايما على المكسب، فطبيعي جدا ان انت الشغل الهجومي بيبقى اكتر بكتير جدا من الشغل الدفاعي. ايوه بيبقى في كبوات في بعض الاوقات وانت في الفريق، وبالتاكيد هو مفيش، زي ما كنت بقول للناس في الاول، مفيش فريق في الدنيا كلها مهما كان اسمه ومهما كانت جماهيريته ومهما كان حجم بطولاته بيكسب على طول خط. لما كان بيحصل لكم كبوه في يعني في مشوارك مع النادي الاهلي، انتوا كلاعيبه كنتوا بتتعاملوا معاها ازاي؟ لا طبعا طبيعي جدا، كره القدم مكسب وخساره وده وارد جدا جدا يعني. أيوة. فيمكن احنا حتى الفتره دي مرت علينا كان من اصعب الفترات او اصعب المباريات اللي مرت علينا، كان نهائي افريقيا مع النجم الساحلي في استاد القاهره و100 الف متفرج، وخسرنا المباراه. ولكن يمكن مستر مانويل في وقتها نزل ارض الملعب بعد المباراه مباشره وقال لنا مش عايز حد يزعل، احنا السنه الجايه في 2008 احنا هنكسب البطوله ونبقى في اليابان، وفعلا ده اللي حصل. بالعكس النادي الاهلي طبيعي جدا جدا انه هيعدي المرحله دي بسهوله باذن الله، هيعدي المرحله الصعبه، مش هنقول صعبه بمعنى كلمه صعبه. الحمد لله اول دوري، فرق كبير جدا من النقاط، حوالي 14 نقطه تقريبا بينك وبين نادي الزمالك. فانا شايف انه مش عايزين نقول كبوه قد ما نقول ان شاء الله نركز في اللي جاي، عندنا بطوله افريقيا اهم بكتير جدا، الحمد لله الدوري بنسبه كبيره ان شاء الله محسوم، الحمد لله بتادي فيه بشكل كويس، طبيعي جدا وارد جدا انك بعد التوقف ده ان المستوى يبقى فيه تراجع بعد الشيء ده، طبيعي جدا عندك اصابات كتيره جدا جدا غيابات. فانا شايف ان مباراه امبارح دي يعني طبيعي جدا تكون موجوده في كره القدم يعني. صحيح، وفريق بحجم، وده اللي كنت بتكلم فيه مع الجمهور النادي الاهلي، فريق بحجم النادي الاهلي حسابه دايما في نهايه السيزون، يعني طبيعي جدا انك لما تفوز ببطوله دوري ولا ان شاء الله باذن الله تفوز ببطوله بطوله ابطال افريقيا، ويبقى عندك ماتش ولا ماتشين خسرتهم مع الزمالك او غيره، ما هياش نهايه المطاف يعني. لا طبعا، ما انا بقول ده اولا ده وارد في كره القدم. أيوة. بشكل كبير جدا، خصوصا ان انت بالنسبه لك انت الحمد لله متعود على المكسب، متعود على البطولات، ماشي بطوله الدوري بشكل كويس جدا، اول هزيمه في الدوري بعد حوالي 22 مباراه تقريبا او 21 انت متاجلك ماتش او حاجه زي كده. أيوة. فده بالعكس ده شيء طيب جدا، والراجل حتى يعني عامل سيزون محترم جدا طبعا مع الاهلي فايلر يعني، راجل كسبان 18 ماتش ومتعادل ماتشين وخسران ماتش، ومخليك يعني اول دوري وموصلك قبل نهائي افريقيا. لا ما انت حاجه، انت لو هتبص للنتائج على على يعني على الموسم. أيوة. كامل، لا بالعكس انت النتائج كويسه جدا. أيوة. النتائج واداء كان بشكل كويس جدا. ايه اللي تقوله للعيبه في الفتره اللي جايه؟ احنا عندنا يعني انا اختلف معاك شويه في فكره ان بطوله الدوري محسومه دي، يعني الاهلي عودنا انه لغايه لما بالورقه والقلم وحسابات النقاط يبقى الدوري فعلا محسوم للاهلي، احنا بنلعب لاخر ثانيه. لكن الاهم كمان في بطوله افريقيا، ايه اللي تقوله للعيبه النهارده؟ لا هي اللعيبه اكيد عارفه هي عندها ايه ومركزه في اللي جاي. بقول لحضرتك انت الطبيعي جدا كسبت
تعادلت خسرت بعد المباراه مش هقول لك بساعه ولا اتنين، ممكن في اوضه اللبس الموضوع بيختلف وتفكر للي جاي. أيوة. يعني كلنا في النادي الاهلي متعودين على كده، وانا متاكد ان ده اللي حصل بعد المباراه مباشره، الناس فكرت في المباراه اللي بعدها سواء دوري سواء بتفكر في قبل نهائي افريقيا. عندنا الجونه اهو، يعني النهارده كل طبعًا الكلام هتلاقي الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. ماتش وخلص. بص يمكن ده في المقابل كان بيحصل وانت كسبان. احنا ممكن بيجي علينا وقت واخد بطوله افريقيا وبعدها ب 48 ساعه او 72 ساعه عندك مباراه في الدوري، خلاص بتقفل صفحه البطوله اللي انت خدتها وبتركز في الدوري. نفس الشيء في هزيمه مباراه في دوري، طبيعي جدا هتقفل الصفحه دي وهتفكر في اللي جاي. ايه نوع المسانده؟ يعني مفهوم بشكل كبير جدا. انا عايز انقل روح المستطيل الاخضر للجمهور. طبيعي جدا انا ما بكسب وبحقق انتصارات طول الوقت ومفرح جماهيري انه الجماهير تبقى ملمومه حواليا وبتهتف لي وبتساندني، لكن لما بتعطل شويه ولا بخسر ماتش ولا حتى بتضيع مني بطوله، انت كلاعب وانت يعني افتكر كده الوقت اللي كنت فيه في الملعب، كنت بتبقى مستنيين ايه من الجمهور؟ ولما الجمهور بيشد عليكم شويه او بتحسوا ان الجمهور يعني كان قاسي شويه في تقييمه ليكم او في هجومه عليكم، كنت بتبقوا مستنيين منه ايه او بتبقوا عايزين تقولوا له ايه؟ لا احنا كلنا عارفين ومقتنعين ان جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد. يعني لو الفرقه 11 يبقى هو رقم واحد، لو الفرقه نقول 12 بالجمهور يبقى هو رقم واحد. ده كلنا متعودين على كده، عشان كده بقول لك ان شاء الله هتلاقي ان شاء الله الجمهور بيساند بشكل كبير جدا. هو متعود ان الاهلي رقم واحد في كل حاجه، مكسب دوري افريقيا مباراه وديه والاهلي الجمهور او الاداره او اللعيبه نفسها عايزه تكسب. احنا خد بالك احنا متعودين على ثقافه الفوز في كل حاجه، صدقني حتى في المباريات الوديه مهم جدا النتيجه. فانا واثق ان الجمهور بالعكس هيدعم وهيدعم بشكل كويس جدا، لانه عارف ان الفرقه ماشيه بشكل كويس. اول دوري فرق كبير جدا في البونت بينه وبين اقرب المنافسين ليه. أيوه. تاني حاجه عنده بطوله افريقيا ودي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره. فانا بقول لك انه بالعكس اكيد هيدعم بشكل كويس جدا، المسانده مهمه جدا. انا ضربت لحضرتك مثال بطوله افريقيا، كنا واخدين بطوله 2006 وجينا في 2007 خسرنا البطوله وعلى ملعبنا، بالعكس الجمهور شجعنا وبقول لحضرتك في ارض الملعب اتعهدنا كلنا ان احنا البطوله اللي بعدها على طول ان احنا ناخد البطوله يبقى في اليابان، وفعلا حصل. ايوه. فانا شايف ان مفيش مشكله خالص، الجمهور عارف وجمهور واعي وعارف قد ايه الفرقه ماشيه بشكل كويس جدا. مباراه قمه وكل حاجه، لكن في الاهم فاكيد هيبصوا اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. انت جيل وفتره ذهبيه كابتن احمد في نادي الاهلي، كم بطوله مع النادي الاهلي حققتها؟ تقريبا حوالي 18 بطوله. 18 بطوله ما شاء الله، الحمد لله. رقم كبير جدا. في كام سنه لعبتهم او لعبت فيهم؟ انا عارف انك يعني رحت وجيت هنتكلم. خمس سنين حققت 18 بطوله بالظبط كده. ما شاء الله الحمد لله. اهم البطولات من وجهه نظرك واهم اللقطات او اللحظات اللي كان فيها تالق وتوهج لاحمد صديق؟ لا والله كل البطولات مهمه، انت بتلعب في نادي كبير يعني بالنسبه لي تاريخ. لا بس في بطوله بالنسبه لك كانت في لحظه من اللحظات بعيده قوي وقدرت الفرقه تكسبها، او في بطوله انت كان يعني مشاركتك فيها وبصمتك فيها كانت واضحه بشكل كبير قوي؟ لا طبعا، يعني بالنسبه لنا احنا كجيل كمان فرق معانا كتير جدا بطوله افريقيا 2006 ماتش الصفاقس. فرق معانا بشكل كبير جدا لانه غير من فكرنا احنا كلاعيبه وغير من فكر الجمهور بالنسبه لنا. بعد كده رحت اليابان. الماتش ده نموذج على روح الفانيلا طبعا. طبعا يعني لا حقيقي. وهو الامانه برضو يعني زود مكانه النادي بشكل كبير جدا. انت طبعا قبلها كنت في كاس العالم للانديه كنت واخد تقريبا مركز خامس او سادس. لما تروح البطوله بعد ما تكسب ماتش صفاقس وتروح تاخد برونزيه كاس العالم للانديه، فلا حطينا في مكانه ثانيه. خدنا السوبر افريقي، يعني احنا في تقريبا في شهر خدنا حوالي بطولتين ثلاثه في الشهر ده. برضو من البطولات المهمه جدا طبعا مباراه كاس مصر 2007 مع نادي الزمالك 4-3، المباراه الشهيره دي برضو من البطولات المحببه ليا بالنسبه لي بشكل شخصي. طبعا الحمد لله واحد كمان كان ليه دور مؤثر فيها الحمد لله. فمن المباريات الحلوه الممتعه اللي في نفس الوقت هي دي بقى يعني حضرتك انت لو بصيت للمباراه دي هي دي ثقه الفوز. كنا متعودين على المكسب باستمرار، بيجي فيك جون ولا في مشكله خالص، بتتعادل الثاني الثالث ما فيش مشكله خالص وبتكسب. فهو ده اللي الواحد ان شاء الله متعوده على لعيبه النادي الاهلي وهو ده اللي يحصل الفتره الجايه باذن الله. ايه قصه بقى يعني انت من اكتر اللعيبه اللي سابت النادي ورجعت النادي وسابت النادي ورجعت النادي، احكي لنا انت الاول بدايتك ايه، قصه انتقالك للنادي الاهلي؟ لا انا طبعا انا من ناشئين الفيوم. نادي المحافظه عندنا في الفيوم الحمد لله كان يعني من الاماكن اللي الواحد بدا فيها بشكل كويس. يمكن ربنا كان موفق الواحد الحمد لله، يمكن لعبت فريق اول ممتاز به وانا عندي 16 سنه، لعبت 3 مواسم يمكن كان بيجي لي عروض كتير جدا في الفتره دي. لكن النصيب ان الواحد يفضل لحد ما عندي وانا 19 سنه. رحت منتخب اولمبي من خلال نادي الفيوم.
بعد كده في الموسم ده رحت بقى النادي الاهلي لعبت موسم، كانت الدنيا صعبه شويه في النادي الموسم ده، الامور ما كانتش مظبطه شويه، حتى في نهايه الموسم جابوا بقى لعيبه كتير جدا، جابوا مستر مانويل في شهر واحد، لعبت معاه مباراتين تقريبا ودخلت معاه مباراه الكاس. كان صعب الراجل في الاول يعني التعامل مع مانويل جوزيه؟ لا لا خالص، بص من الشخصيات اللي بجد اي حد يبقى مبسوط جدا يتعامل معاه، هو يبان على الشاشه وفي الملعب على الدكه يعني، لا لا خالص الموضوع شخص حاد، لا لا الموضوع مختلف تماما يا صاحبي تمام بجد يعني. وبعدين هو عنده ميزه وده اكيد كل الناس بتتكلم فيها، هو بيبقى عارف بيتعامل مع اللعيب ازاي، عارف انا عايز من ابو تريكه ايه النهارده فهاخده، ايوه عارف عايز ايه من بركات النهارده هاخده، هو ده السيستم بتاعه اللي كان بيفرق كتير جدا. حتى لو سالت هتلاقي ناس كتير جدا من اللي ما كانتش بتلعب ما كانش عندها مشكله معاه، بالعكس حابب ان العب وعايز العب، ده طبيعي جدا في الكوره، ولكن ما كانش فيه مشكله شخصيه خالص يعني. لكن الامور بالنسبه لي كانت صعبه شويه لان انا كنت لسه ناشئ، كنت جاي اعاره من نادي الفيوم للنادي الاهلي. في نهايه الموسم جابوا لعيبه كتير جدا، عماد النحاس ومع حفظ الالقاب يعني، واسلام الشاطر ومحمد بركات وتريكه جاب شهر واحد ورجعوا حسن مصطفى، يعني جابوا لعيبه كتير جدا في الموسم ده، فالامور كانت صعبه بالنسبه لي، لكن الحمد لله ربنا وفقني ان انا قدرت اختار بطريقه كويسه، ورحت اسمنت اسيوط موسمين من نادي الفيوم بقى، اشتروني بيع وشراء نهائي من نادي الفيوم، رحت اسمنت اسيوط سنتين الحمد لله ربنا كان موفق فيهم بشكل كويس قوي، مكان محترم جدا الاسمنت، شركه محترمه وساعدتني بجد ان الواحد يطلع كل اللي عنده، كان معانا جهاز فني محترم الدكتور جمال محمد علي والناس في الاداره في مجلس الاداره كله بتاع الشركه، يعني بصراحه يعني من الاماكن الواحد يتمنى بجد انها تفضل موجوده في الدوري الممتاز. اوكي شركه محترمه وملاعب. رجعت الاهلي ازاي تاني بقى؟ ربنا وفق بعدها موسمين اديت بشكل كويس جدا الحمد لله، كان بدا يبقى فيه مفاوضات وكلام من اكتر من نادي، لكن حمدت ربنا الحمد لله ان كان من ضمنهم النادي الاهلي، وكان الاولويه طبعا النادي الاهلي يعني. عشان انت اهلاوي؟ طبعا. دي تاني مره ترجع فيها النادي الاهلي؟ قعدت بقى ثلاث مواسم، دول الحمد لله من افضل ثلاث مواسم بالنسبه لي، والحمد لله الواحد حضر زي ما انت بتقول تاريخ وجيل ذهبي. ايوه يعني انا بحمد ربنا جدا جدا ان انا حتى لو ما لعبتش غير مباراه واحده مع الجيل ده كنت هبقى سعيد جدا. صحيح. لكن الحمد لله الواحد يبقى ليه دور وثلاث مواسم متتاليه وناخد تقريبا في الثلاث مواسم دول حوالي مش لا يقل عن 14 بطوله في الثلاث مواسم، يمكن احنا كنا بندخل خمس بطولات في الموسم، بناخد خمسه دوري وكاس وسوبر مصري وسوبر افريقي وبطوله افريقيا، موسمين بالشكل ده ورا بعض يعني. ايوه لعبت ثلاث مواسم الحمد لله، ولكن بعدين رحت الاسماعيلي، رحت الاسماعيلي بعد كده ثلاث مواسم من الاماكن برضو اللي انت عارف كره الاسماعيلي يعني مش هنتكلم عليه كتير لانه برازيل مصر. طبعا طبعا من الاماكن برضو الحمد لله الواحد ليا الشرف ان اتواجدت فيها، ساعدوني بجد برضو ان انا يبقى عندي هدف ان انا احققه وان انا ارجع النادي الاهلي تاني، اديت معاهم ثلاث مواسم الحمد لله بشكل كويس قوي، رجعت بعد كده النادي الاهلي موسم، ولكن الامور بقى ما كانتش مظبطه شويه فالحمد لله. راضي عن مشوارك مع النادي الاهلي ولا حاسس انه يعني كان نفسك في مساحه اكبر او لا يعني راضي؟ راضي جدا جدا، لكن كنت اتمنى اكتر من كده اكيد. أيوة. لان اللي بيلعب في النادي الاهلي ما يتمناش ابدا ابدا انه يلعب في مكان غيره. بجد يعني مش الكلام ده مش كلام شعارات ولا كل الناس بتقول دي حقيقه، يمكن بيجي ناس وبتشوف انت يمكن تصريحات ان ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره، لكن انا مش بقول كده بالظبط، لكن بقول ان لا النادي الاهلي حتى لو يوم واحد فيه فيكفي بجد ان انت تحس ان انت عملت تاريخ، لكن الحمد لله اكتر من موسم اكتر من بطوله فبحمد ربنا عليه الحمد لله. دي قصتك مع الاهلي جوه المستطيل، لكن انت قصه مستمره، ويمكن كتير من جمهور الكوره ما يعرفش ان قصتك مع الاهلي مستمره اكتر من كده، وانت واحد من اللعيبه اللي متولين مسؤوليه فرقه 2006 اعتقد 2006 مع كابتن سيد غريب. قول لي بقى، وانا عارف انه في اهتمام كبير جدا من النادي بقطاع الناشئين، لسه الراجل تشيكي، لسه طبعا كابتن خالد بيبو رئيس القطاع، وفي راجل تشيكي اللي تولى المسؤوليه بتاعه القطاع، نظرتكم ايه او بتشتغلوا ازاي في قطاع الناشئين الفتره اللي جايه؟ لا يعني هو كان انا بالنسبه لي كمان كانت البدايه ان انا كنت مدير اكاديميه الاهلي في الامارات موسمين. بعد ما بطلت مباشره كان ليا الشرف الحمد لله ان انا برضو افضل متواصل ومنتمي للنادي الاهلي حتى في الشغل، ودي ساعدتني وهتساعدني كتير جدا انا عارف اللي جاي ان انا بدات بعد ما بطلت مباشره ان انا ابدا مدرب في اكاديميه الاهلي في الامارات، بعد كده موسمين مدير الاكاديميه الحمد لله، ومن المواسم اللي ساعدتني وخدت خبرات كتير جدا في الشغل، بشكر الناس كلها هناك وبتمنى لهم التوفيق. بعد كده السنه دي بقى في القطاع مع كابتن خالد، لا انا سعيد ان انا موجود السنه دي في القطاع. مش انا بس، انا وكل المدربين اللي موجودين. ايه اللي فرق السنه دي يعني عن السنه؟ لا يعني البدايه مختلفه تماما، احترامي الكامل لكل المواسم اللي فاتت في القطاع، لكن احنا شايفين الدنيا مختلفه تماما. كابتن خالد ماشي معانا بشكل كويس جدا، موفر لنا كل الامكانيات اللي ممكن نكون احنا محتاجينها كبدايه كمان، واكيد لسه اللي جاي اكتر من كده، يمكن حتى احنا مع اجتماع مجلس الاداره رئيس الكابتن الخطيب اول يوم ولجنه التخطيط
اتكلموا معانا بكل وضوح ان احنا عايزين السنه دي تبقى مختلفه. حتى عشان كده يمكن حصل دمج في بعض الفرق، هم عايزين يركزوا اكتر. فكره مش فكره عدد فرق او عدد لعيبه قد ما فكره ان احنا الكواليتي يبقى كويس. أيوه. فعشان كده يمكن في ثلاث فرق عملوا دمج مع ثلاث فرق تانيين، بقى الموضوع اقل بكتير جدا. وده فعلا هيساعدنا في الشغل، ده هيساعدنا في الشغل وفي الامكانيات اللي هتبقى متاحه. الامور بدأت بشكل كويس جدا، جايبين مدير فني للقطاع اجنبي. كل بمناسبه كلامنا يعني قطاع الناشئين، يعني كل فتره طويله بنشوف القطاع بيطلع للفريق الاول. انا عارف انه يعني متفاهم جدا انه الاهلي فريق زي ما انت قلت بينافس على كل بطوله، وبالتالي عايز كل لعيب سوبر في مركزه. ده الى حد ما بيظلم اللعيبه الصغيره اللي لسه طالعه، بينقصها شويه خبره، بينقصها شويه يعني ارتقاء في مستواها من ناحيه التاكتكس ومن ناحيه الشغل البدني. لكن ليه كل فين وفين لما بنلاقي موهبه حقيقيه طالعه من 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 قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ لا هو زي ما انت قلت، عشان النادي الاهلي بيبقى كل تفكيره وتركيزه في البطوله، ما عندوش وقت انه يجرب او انه يدي فرص كتير. وبالعكس لو بصيت برضه في المقابله هتلاقي في لعيبه موجوده. أيوة. محمد هاني من القطاع، ايمن اشرف من القطاع، رامي ربيعه من القطاع، مش يعني حسام عاشور من القطاع. يعني حتى لو تتكلم عن دلوقتي العربي بدر موجود من القطاع، مصطفى شوبير في موجود، ناس كتير جدا في. أيوة. فخري موجود بالعكس. بس هي الفكره، ما هو برضه انت حضرتك النادي دلوقتي بقى بيفكر بسياسه مختلفه وفرقه كتير جدا. فكره الاعراض، انت بتدي فرصه للشباب انه بياخدوا فرصه اللعب والاحتكاك، وبعد كده بترجع منهم ناس كتير جدا. ايوه في يعني منهج جديد خليني اقول بالنسبه للعيبه الصغيره بالذات كمان. انت عارف انه تجارب الاحتراف اللي في اوروبا للعيبه المصريين بقت تجارب ملهمه، يعني اعتقد انه كتير النهارده من اللعيبه، كان زمان مثلا من 10 سنين اللعيبه المصريه نفسها تحترف في اي نادي في اوروبا، يعني يروح يلعب في اي نادي في اي دوري. لكن النهارده اللي عمله حد زي صلاح واللي عمله حد زي تريزيجيه، التفكير طبعا غير تماما. اللعيبه النهارده سقف طموحاتها، سقف الطموح عالي جدا طبعا. تفتكر عندنا مواهب تصلح انها يعني بنشوف دايما دول في افريقيا، حتى مش هقول دول كبيره زي غانا والسنغال وكوت ديفوار والكاميرون، لا بكلمك على دول ما لهاش تاريخ قوي في الكوره وما عندهاش فرق بتنافس في بطولات افريقيه، بتقدر تطلع لعيبه كتير في اوروبا. بس يا صاحبي الفكره في الدول الافريقيه الموضوع مختلف بالنسبه لها شويه، ان الولاد الصغيرين دول في افريقيا بيروحوا هم مع نفسهم من بدري قوي وبيعيشوا كل المراحل دي. لكن انت هنا في مصر لا، بتحاول تطلع لعيب الجاهز شويه او اللي بقى عنده الخبرات او عنده الامكانيات انه يقدر يروح مكان كويس بره، يحترف بره. صلاح ادى دوافع كبيره قوي للعيبه كتير جدا، تريزيجيه نفس الشيء، بقى عندك الفكر اختلف. انت كان عندك ميزة. حلم لا انت شخصيا يا احمد كان عندك حلم طبعا. اي ده حلم صح لاي حد. اي حد نفسك تلعب فين؟ لا مش هقدر اقول فين، لكن انا بشجع ريال مدريد طبعا. كنت اتمنى تلعب في ريال مدريد. لا طبعا انا كنت اتمنى ريال مدريد اي حد في الدنيا، لكن انا طبعا من مشجعي ريال مدريد جدا، كنت اتمنى حاجه زي كده. ولازم ده يبقى هدف عند كل اللعيبه. يمكن احنا من دلوقتي بنحاول نحط الهدف ده بالنسبه للعيبه الصغيره اللي معانا في القطاع، كل المراحل السنيه المختلفه، كل خلاص بقى عندك هدف ان انت دلوقتي لا ايه المشكله نطلع في الاول وعندي 16 سنه. رمضان طلع هو كده، ايه المشكله نطلع وانا عندي 17 سنه او 18 سنه، محمد هاني طلع كده. فعندك امثله تقدر توصل المعلومه للاعيبه في القطاع انك لا خلي عندك هدف وطموح بالعكس هتوصل. طيب اتكلم معاك شويه في مشوار افريقيا، عندنا ماتشين مهمين جدا مع الوداد. هنروح المغرب الاول وبعد كده نرجع نلعب في مصر ان شاء الله نتاهل نوصل النهائي. شايف فرص الاهلي فيه؟ خلينا نتكلم على قبل النهائي الاول ازاي. طبعا مباراه فاصله، مباراه مهمه جدا جدا. الوداد فرقه كويسه، فرقه محترمه، بنسمع كتير ان الناس كلها بتساعدهم، لكن ده مش هيأثر علينا ابدا ان شاء الله، لان احنا عندنا هدف. يمكن النادي او سيستم النادي بقاله فتره مركز جدا. لعبت في المغرب قبل كده كابتن احمد؟ لعبت في المغرب اكتر من مره. لكن الاجواء هنا صعبه جدا. أيوه. شمال افريقيا كله معروف ان الاجواء هناك صعبه جدا. لكن الحمد لله الاهلي عنده الخبرات، عنده لعيبه دوليه متعوده على كل ده، في ناس كتير جدا في الجهاز متعوده على كل الاجواء دي. ده طبعا احنا شايفين على الشاشه جون تريكا في الصفاقسي. انا في فاكر كويس جدا في اللحظه اللي قبل جول ابو تريكا، قبل ما شادي يرفع الكوره من 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 ورا من عندنا، في اللحظه دي انا يعني بصراحه كنت قمت سقفت لعيبه، ان اللعيبه كانت عامله ماتش حلو جدا في الماتش ده. يعني ما حدش يقدر يلومهم على خساره البطوله. قبل ما الجون بتاع ابو تريكا يجي مفيش بثواني كنت واقف وخلاص بسقف للعيبه وبقول لهم شكرا عملتوا اللي عليكم وزياده. هوب جت لحظه من اللحظات، انا بيتهيألي مفيش لحظه، انت عارف بيقول لك الثالثه شمال بنهز جبال، انا بيتهيألي انه صوت فرحه جماهير النادي الاهلي بالجون ده في اليوم ده هزت جبال بالفعل.
بالفعل يا زعما زي ما حضرتك بتقول ان حتى لو ما كانش ربنا قدر المكسب كنا احنا نبقى راضيين جدا لان عملنا مباراه كويسه، عملنا كل اللي علينا، لكن احنا ما كانش عندنا تعرضتوا لاستفزازات كتير كمان سمعت في بس يعني اقل بكتير قوي اللي بيحصل دلوقتي يعني اقل بكتير جدا من اللي بنشوفه مثلا في مباراه الترجي لما هشام يتعور او المواقف الكتيره اللي بنسمعها دلوقتي، لكن احنا ما فقدناش ثقه الفوز ابدا حتى في المباراه دي لان احنا حتى على مشوار البطوله كله كنا ماشيين بشكل كويس جدا، كنا شايفين من وجهه نظرنا ان احنا نستحق البطوله وعشان كده ربنا كرمنا بيها في النهايه. بيقولوا انه جزء كبير جدا من او سبب رئيسي من اسباب انتصارات النادي الاهلي هي روح الفانيلا الحمراء اللي كتير من الناس ما بتفهمهاش وما بتستوعبهاش وما بتعرفش تترجمها. هي روح الفانيلا الحمراء دي بتيجي ازاي وبتتزرع ازاي وبتتخلق ازاي جوه عقل وفكر ومشاعر واحاسيس اللعيبه؟ من كل حاجه بشوفها في النادي، من مجلس الاداره بتشوفه بيتعامل ازاي، بيفكر ازاي، بيمشي اموره ازاي، بيحسب الامور او بيفكر في الامور وبياخد القرارات ازاي، بتشوف المدربين موجودين، بتشوفه من عمال موجودين. اترجمت معاك في الملعب انت شخصيا يا احمد؟ طبعا يعني ايه اللحظه اللي انت حسيت انه مكسب او جون معين بالنسبه لاحمد صديق؟ يعني مش بكلم فريق الاهلي، بالنسبه لاحمد صديق شخصيا، يعني اللحظه اللي حسيت فيها ان روح الفانيلا الحمراء كانت سبب في يعني فرق معين او حاله معينه قدمها احمد صديق في ماتش او في بطوله؟ يعني زي ما انت لسه شايف هدف الصفاقس ده. لا بس أكبر هدف الصفاقس ده احطه لابو تريكا. لكن بالنسبه لصديق ايه اللي بالنسبه لك كان بصمه روح فانيلا حمراء فعلا؟ مباراه نهائي كاس مصر اهلي وزمالك 2007. يعني انا شايف ان المباراه دي فرقت معانا كتير جدا جدا. ظروفها انت كنت على طول مع احترام الكامل لنادي الزمالك كنت انت راكب الفرقه على طول بتكسب باستمرار نادي الزمالك في كل المواسم اللي قبل كده. المباراه كانت رايحه وجايه وهم كانوا اقرب للفوز، فده اكبر دليل ومثال ان روح الفانيلا كان موجود معانا في المباراه دي. وامثله كتير جدا. البلس 90 دي يا احمد الفكره مش بتيجي كده وخلاص على فكره. ومش بتيجي ان انا في الماتش كنت كويس فهكسب في الدقيقه 90، لا مش كده خالص. ده مجهود وشغل والناس من بدايه واصرار وعزيمه طبعاً. وايمان بفكره انه انت الاخر لحظه والاخر نفس في امل موجود طبعاً. وعندك القدره انك انت تكسب. بص احمد، يمكن في حاجات كتيره جدا كواليس ناس كتير ما تعرفهاش. أيوة. يمكن احنا موجودين في الثلاث اربع مواسم اللي هو مثلا من 2005 لحد 2008 او حاجه زي كده، احنا بينا وبين نفسنا جوانا لما كنا بنتعادل ماتش ما كناش بنرضى نخرج من البيت. يعني كنت ممكن تبقى كسبان 10 ماتشات متتالي ودي في ماتش تتعادل احنا من جوانا بنبقى اخرج لو حد شافني في الشارع اقول انا اتعادلت ليه. الناس مش متعوده على كده. فلا ده ده ده, ده سيستم نادي وده تفكير. لو حضرتك اتواجدت في النادي في قطاع ناشئين في فريق اول مش هتلاقي غير الثقافه دي بس اللي موجوده. مين اقرب ناس من جيلك ليك؟ يعني مين بتربطك منهم بيهم علاقه سواء كنتوا يعني ساعه لما كنتوا مع بعض في الفرقه ولغايه دلوقتي ممكن تكون مستمره؟ لا في ناس كتير، يعني في مثلا بركات وتريكا وسيد معوض وائل جمعه على فترات، اينو طبعا، احمد شديد. اينو معاك في القطاع برضو صح؟ اينو معانا في القطاع ماسك 2001 مع كابتن ياسر رضوان. لا في ناس كتير مش عايز انسى حد، لكن في احمد فتحي طبعا، شريف اكرامي، وليد سيد، يعني كل الناس عشان ما انساش كل الناس. الحمد لله يمكن دي من الاسباب كمان يا استاذ احمد اللي كانت بتخلينا فعلا نحب بعض وبنكسب في اي وقت، ان فعلا في حب وترابط كان كبير جدا بين اللعيبه وبينها وبين بعض. يعني بمناسبه كلامنا عن الناشئين، ناس كتير جدا، يعني طبعا احنا لظروف كتير جدا السبع او ثمان سنين اللي فاتوا ده اثر بشكل كبير على الكره وعلى الرياضه في مصر. منتخب بعد فتره تالق وتوهج في نفس الفتره بالمناسبه اللي كان الاهلي فيها مكسر الدنيا يعني، وكان بدال كتير جدا ان المنتخب بيكسب عشان الاهلي كويس حقيقي. او معنى صح عشان الناس ما تاخدش كلامي غلط، ان لعيبه الاهلي لها دور كبير جدا في حقيقي فوز المنتخب حقيقي. هي كانت فترة ذهبية بشكل كبير للكرة المصرية وللأهلي، وأكيد الاثنين مرتبطين ببعض، بس مش دي النقطة. إزاي تستعيد توهج ده مرة تانية بعد فترة من فترات عدم الاستقرار، بعد فترة من يعني مش هقول تراجع بس على الأقل تقدير إحنا مش موجودين بنفس الخروج كمان بطولة أفريقيا على وسط جمهورك وعلى أرضك، دي برضو من الأمور اللي كانت صعبة جدا طبعا. لا هو انا المشكله كمان احمد حتى في طب انا هستاذنك قبل ما نرجع عشان موضوع الكره المصريه ده ممكن ياخدنا شويه. خلينا نقول الو كده، في حد حابب يكلمك على التليفون، نشوف هتعرف صوته ولا لا. ان شاء الله. نعم استاذ احمد، حضرتك مساء الخير، اهلا وسهلا. مش عايز اقول اسمه ولا اقول اسمه اقول عشان كابتن احمد عادل معانا على التليفون. اهلا وسهلا كابتن احمد، حضرتك سعداء بسماع صوتك. الله
اخويا وحبيبي وعشره عم و ازيك يا دوله؟ حبيبي عامل ايه يا حبيبي؟ نور شاشه بيتك حبيبي يا دوله، ربنا يخليك يا عادل. حبيبي حبيبي عامل ايه؟ وحشني. وانت يا استاذ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عادل. وانت عارف ان انا بحب لك الخير دايما يمكن اكتر مثال يا استاذ احمد على فكره ان الحب كان موجود. يعني انا وعادل بنلعب نفس المكان. ايوه بكرهيته بكرهيته. طبيعي يبقى في منافسه وطبيعي يبقى في بص هو يشهد على كلامي ده. اولا كنا مع بعض مثلا بنبات مع بعض باستمرار. ما بنسيبش بعض في اي خروج، يا اما انا عنده يا اما هو عندي كده، بس يعني اساله هو ياكد كلامي. ده حقيقه يا كابتن احمد. كابتن احمد معانا على التليفون. طيب واضح انه في مشكله في الاتصال، هنحاول نرجع لكابتن احمد مره ثانيه. بس ده مش طبيعي يا كابتن احمد، لما معاك حد في نفس المركز لازم تجل عليه ولازم لازم تضايقه. ان شاء الله لما الاتصال يجي ان شاء الله هو هياكد لك كلامي ده. بالعكس مش بص يا زحمه، هو ده الطبيعي المفروض يبقى موجود في الكوره عموما. اصل يعني انا مش انا اللي بلعب نفسي ولا هو اللي هيلعب نفسه. في جهاز موجود وفي مدير فني موجود، انا علاقتي بيه كشخص صديقي او صاحبي او زميلي في الملعب مش هتاثر في حاجه. يبقى ايه المشكله ان انا وانت نبقى كويسين واللعب ده في ناس تانية مسؤولة عنه غيري وغيرك. أيوة. فده اللي كان موجود بالفعل، يعني كل الناس بتحب بعض. لا بس الروح اللي انت بتقول عليها دي يعني ما بتبقاش على طول هي القاعدة، غالبا بتبقى الاستثناء يعني. لا هو بس انا بقول ده الطبيعي ان يبقى موجود. يعني الناس لو بصيت للموضوع بشكل اوسع شوية مش هيلاقوا غير كده. هو رجع لنا مرة تانية كابتن احمد عادل. اهلا بيك يا كابتن احمد مرة تانية. اهلا وسهلا. كان بيقول انه حضرتك يعني لما احمد صديق بينزل الملعب كنت بتبقى متضايق وعلى طول بتشتكي في وسائل الاعلام المختلفه وعامل مشاكل مع مدير الفني عشان انت. لا بص يا استاذ احمد، اللي كان البطولات دي ما كانتش من فراغ. الحب اللي كان بيننا وبين بعض لما بنتكلم في اوضه لبس، كان في اوضه لبس النادي الاهلي دي الحاجه اللي يعني حاجه عندنا في الكوره. الحب اللي كان بيننا لما بتتكلم ان انا بسيب شقتي وبقعد مع احمد صديق في الشقه، وفي نفس الوقت احنا قاعدين يعني بنلعب في مكان واحد زي ما بقول لك صديق. فالحب ده هتلاقي ليه نتاج بطولات وليه نتاج لتاريخ الحمد لله عملناه مع بعض. لما بتتكلم في نبقى في مكان واحد، احمد صديق، احمد عادل، اسلام الشاطر، محمد بركات، احمد فتحي، هنا النجاح، هنا الحب. يعني اي حد صديق يلعب، احمد عادل يلعب، اسلام الشاطر، كنا بنحب الخير لبعض. ان احنا هدفنا واحد، اجتمعنا على هدف واحد، ان احنا ازاي ندافع عن كيان النادي الاهلي. ومسؤوليه كبيره علينا كلعيبه، واحنا النادي الاهلي حطينا كلعيبه في حته ما ينفعش ان انت تفكر في تعادل حتى. كان هدفنا كلنا المكسب، احنا بنلعب على رقم واحد، بنلعب على المركز الاول. ما فيش حاجه عندنا كان اسمها المركز الثاني او تعادل. ده كان باين في اللائحه بتاعت النادي الاهلي، يعني زي ما بقول لك صديق كنا كلنا مجتمعين على هدف واحد، ان ازاي نحط النادي الاهلي ده في احسن مكان في افريقيا. ايه اللقطات يا كابتن احمد اللي تفتكرها لصديق في الملعب؟ يعني ايه الماتشات او اللقطات او اللحظات اللي بالنسبه لك كنت بتتفرج على كابتن صديق وشايفه في لحظه ما تتنسيش يعني؟ لا بص انا ممكن اقول لك في الغرف المغلقه. يلا معاك طبعا. جدا اي حاجه قدام الناس كانت باينه. ايوه يعني لو اقول لك مثلا صديق من انا بدات الاقي صديق من اول الناس اللي تيجي تقول لي محتاج حاجه، مش عايز حاجه، اعمل لك حاجه، يساعدني في الاوضه مثلا مع الدكتور، بربط مثلا. هتلاقي من اول الناس اللي صديق كان بيقف يعني محتاج حاجه، وهو اصلا المفروض ممكن مش هيبدا. العكس صحيح، كنت انا لما بشوف من صديق كده لازم اعمل معاه كده يعني. أيوة. في الخير وهو بيلعب، عشان كده كان هو يلعب انا العب اي حد تاني يلعب. كنا بنحب الخير لبعض، وده بدليل ان لحد مثلا قبل صديق ما يجي معاك يعني لسه على تواصل لحد امبارح. ايوه بنتكلم وبنسال على بعض، وهو ده اللي كان بيننا. صحيح. فده هتلاقي ليه نتاج ان كلنا بنصب تحت كيان النادي الاهلي وتحت بيتنا اللي هو النادي الاهلي. موافق على الكلام ده كابتن احمد؟ دي حقيقه يا زحمه، يعني يمكن انا قلت قبل ما يقولوا لان فعلا دي حقيقه يعني. بشكرك يعني من احب الناس الي بصراحه. بشكرك يا كابتن احمد جدا، سعداء دايما بسماع صوتك. والحقيقه ده نموذج، ده يمكن يكون مثال بيلخص الحاله اللي بتجمع بين لعيبه النادي الاهلي اللي المنافسه بينهم بتصب في النهايه لمصلحه الكيان. انا يمكن من اسمح لي كابتن احمد من لحظات كده كنت بتكلم، يعني الكلام جابنا على كره بتاعه عبد الشافي ووليد سليمان امبارح، وطبعا اتمنينا مره ثانيه بكررها
نتمنى ألف سلامة طبعا لكابتن عبد الشافي. والحقيقة يمكن بمناسبة كلامي على، وهو طبعا يعني الناس اللي بتلعب كورة أو الناس اللي فاهمة كورة شايفة أنه كورة ما فيهاش أي تعمد من أي نوع في ما يتعلق بالإزاء، كورة مشتركة بين اتنين لعيبة طاروا في الهواء نتج عنها إصابة كابتن عبد الشافي اللي بنتمنى له ألف سلامة. والنهاردة كابتن وليد سليمان كان بيزور محمد عبد الشافي في المستشفى، يعني اللقطة اللي حضراتكم هتشوفوها دي صورة من زيارة كابتن وليد سليمان. ودي الروح على فكرة في إطار أنه المنافسة دايما لابد أنها تكون شريفة، وأعتقد أنه على مستوى اللعيبة وحتى على مستوى الجماهير، يعني سيب حضراتكم من الاستثناء أو من الناس القليلة اللي بتحاول تحول ده لحالة حرب، دول مش شبهنا، الناس دي مش طريقتنا ومش أسلوبنا. إحنا اللي تعودنا عليه طول عمرنا إنه الأهلي والزمالك حبايب وقرايب وأهل وأصحاب وجيران، ومفيش ما يمنع من شوية مناكفات أو شوية هزار، لكن الكورة مش ممكن تكون سبب في إنها تفرق بين الناس وبعضها أبدا. ده اللي إحنا اتعلمناه وده اللي إحنا نعرفه وده اللي إحنا هنفضل مقتنعين بيه. وأعتقد إن الروح دي يا كابتن أحمد برضو بين اللعيبة وبين بعضها يعني مش محتاجه كلام، يعني بتهيألي بينك وبين الجيل اللي لعب في الاهلي والزمالك اعتقد دي كانت الروح السايده دايما بين اللعيبه. احمد ولحد دلوقتي على فكره اللعيبه دي زمان في المنتخب، اللعيبه دي تخرج مع بعض كل يوم. أيوة. مفيش الكلام ده خالص. في الملعب انا عايز اكسب وانت عايز تكسب، صحيح، لكن بكل الروح الرياضيه وده حقك وده حقي، التنافس الطبيعي جدا جدا، التنافس المشروع. لكن غير كده يمكن من بعد المباراه ما بتخلص ممكن تلاقي اثنين، واحد اهلي وزمالك خارجين مع بعض. ايوه مفيش مشكله خالص، يعني الكلام اللي بنسمعه ده مستحيل يكون طبيعي ولا ينفع يكون موجود. حتى يعني عبد الشافي ده بنقول له الف سلامه طبعا، طبعاً. لانه ناس مؤدبه جدا جدا، طبعاً. الناس المحترمه واللعيبه اللي تحب انك حتى تقعد معاها. أيوة. يمكن اتزاملت انا هو في منتخب عسكري في كاس عالم قبل كده، لا من الناس اللي بجد الناس مؤدبه جدا. وزي ما بقول لحضرتك وزي ما انت بتقول يا استاذ احمد ان لا مفيش كده خالص. انا وانت اصحاب الملعب، بتلاقي اتنين اخوات بيلعبوا ضد بعض. صحيح. ايه المشكله؟ هل بعد المباراه بيتخانقوا او بيحصل كده ولا في حاجه خالص؟ صحيح. ارجع لافريقيا سريعا جدا تاني وتقولي يعني رؤيتك لماتشات الاهلي في البطوله، لو وصلنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نوصل لفاينل افريقيا، شايف مين الفريق يعني اللي كفته ارجح يقابل الاهلي في النهائي، زمالك ولا رجاء، ومشوار الاهلي وفرصه في البطوله؟ هي المباراتين صعب. ايوه يعني مباراه الاهلي ومباراه الزمالك صعبه جدا، نتمنى التوفيق برضو، يعني زي ما بقول ان شاء الله نتمنى احنا نبقى في النهائي، نتمنى برضو نادي الزمالك يبقى في النهائي. طبعا مفيش طبيعي جدا ده طبعاً. حاجه يعني تشرف الكره المصريه عموما. لكن المباراتين صعبه جدا، اجواءهم صعبه، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا واثق وكلنا واثقين وثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه ان شاء الله يعدوا المباراه اللي قبل النهائي ويلعبوا النهائي ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. النهارده ماتش مهم جدا هتفرج عليه؟ اكيد طبعا. بي اس جي ولا بايرن ميونخ من وجهه نظرك؟ يعني انا ولا ده ولا ده قوي، بس هتفرج للمتعه يعني ان شاء الله. يعني كان نفسك مين يبقى في اكيد الريال طبعا. الريال طبعا, طبعا. بس او ليفربول، يعني الريال او ليفربول. يعني الريال خرج على ايد مانشستر سيتي، اللي خرج على ايد ليون، اللي خرج على ايد البايرن، فطبيعي يبقى انت مع البي اس جي. هو البايرن اقوي جدا السنه دي، يعني البايرن اقوي جدا، انه يكسبوا برشلونه 8 دي يعني هزيمه للتاريخ يعني. لكن المباراه النهائيه عموما بتبقى صعبه، مباراه واحده بتبقى صعبه جدا يعني. ما تقدرش تقول مين يكسب. هتتفرج مع مين النهارده يا كابتن احمد؟ في البيت ان شاء الله باذن الله. في البيت ان شاء الله. قول لي من قطاع الناشئين تقول لجمهور النادي الاهلي استنوا مين في السنوات القادمه؟ لا مش عايز اقول اسماء، لان ان شاء الله القطاع فيه لعيبه كتير جدا مميزه في كل المراحل المختلفه، لكن اللي نقدر نقوله ان شاء الله ان احنا السنه دي القطاع هيبقى بشكل مختلف جدا جدا. ان شاء الله نقدر في نهايه الموسم ان احنا نقول عندنا اكتر من لعيب نقدر يطلع الدرجه الاولى، او اكتر من لعيب هنبقى شايفين مستقبله مع الفريق الاول باذن الله. الامور ماشيه بشكل كويس كبدايه الحمد لله. ما احنا كمدربين في القطاع مبسوطين جدا من الدعم اللي موجود من مجلس الاداره ومن الكابتن خالد بيبو، يمكن حتى معانا الراجل الاجنبي، راجل محترم جدا بيساعدنا، وفي نفس الوقت مدينا مساحه كبيره جدا في الشغل. كلنا حاسس موجودين. انه الراجل ليه فلسفه او ليه طريقه او ليه اسلوب مختلف. أكيد. احنا عارفين السي في بتاعه محترم جدا، وكان صاحب تجارب ناجحه جدا في مجال قطاعات الناشئين يعني. لكن انتوا شايفين انتوا يعني كمسؤولين عن الفرق المختلفه في قطاع الناشئين انه الراجل ليه فلسفه معينه او ليه طريقه شغل مختلفه؟ اكيد طبعا. يمكن حتى مجلس الاداره لما اجتمع بينا وكلام الكابتن خالد بيه معانا كتير جدا، ان احنا كمدربين عايزين نستفاد من الراجل. يعني احنا جايبين، مش فكره جايبينه للعيبه بس، جايبينه للعيبه وكمدربين نستفاد، عايزين ناخد خبرات، عايزين نتعلم، عايزين نشتغل، يبقى اشتغلنا وخدنا خبرات مختلفه. أيوه. الراجل لحد دلوقتي طبعا عنده فلسفته وعنده فكره، لكن هو لحد دلوقتي مدينا مساحات كبيره قوي في الشغل. هو من الناس الهاديه، عارف برضو عنده فكره عن العقليه او الناشئ المصري محتاج ايه وبيتعامل ازاي. ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله نلاقي
كل الفرق باذن الله تأدي بشكل مختلف. هدفنا ان احنا نطلع لعيبه للدرجه الاولى، لكن هدفنا ناخد بطوله. احنا كمدرب في قطاع الناشئين، لا، هدفي ان ناخد بطوله، لازم اللعيب يتعود من البدايه على البطوله. صحيح، روح المكسب ان شاء الله باذن الله. بمناسبه انك انت واحد من اشهر الباكات اليمين في النادي الاهلي، عايزك تختار لي احسن ثلاثه باك يمين في مصر النهارده، مش بالضروره من الاهلي بس، بالكره المصريه بشكل عام، من وجهه نظر احمد صديق. غير الاهلي يعني ولا من موجودين في الاهلي؟ لا، احسن ثلاثه من وجهه نظرك كانوا من الاهلي او من غير الاهلي، يعني مساحه الاختيار مفتوحه بالنسبه لك. يعني مين لو قلنا في منتخب مصر، مين يلعب منتخب مصر احسن ثلاثه بالترتيب؟ يعني انا شايف فتحي رقم واحد. لخبراته والادائه. فتحي موجود، محمد هاني موجود، رجب بكار ماشي بشكل كويس. موجود باسم علي لو رجع برضو، واموره الفنيه مستقره زي ما الواحد متعود عليه، برضو هيبقى من الناس اللي موجوده بشكل كويس جدا يعني. مش عايز انسى حد، لكن بقول اللي دول الاسماء اللي شايفهم دلوقتي موجوده على الساحه. شرفتنا ونورتنا في السادسه يا كابتن احمد، ربنا يخليك. بشكرك شكرا جدا جزيلا، وبشكر محمد ابو علي على المجهود اللي عمله النهارده، وبشكر خالص. انت تستحق اكتر من كده الحقيقه بكتير، وبنتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديده، والنجاح يكون على نفس مستوى نجاحك جوه المستطيل الاخضر. يا رب. شكرا يا شاكر جدا كابتن احمد صديق، نجم النادي الاهلي، كان ضيفنا النهارده في السادسه. بكره ان شاء الله نقابل حضراتكم جمهور النادي الاهلي العظيم اللي واقف دايما في ظهر فرقته وساندها حتى في اصعب المواقف والاوقات. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله، ولقاء جديد والسادسه مساء.